السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن ورفع به الإنسان وجعله نورا للقلوب والأبدان، كرم أهله بالفوز في الحياة الدنيا ويوم يحشر الثقلان، وبشر حامليه وحفظته بالمغفرة والفلاح والفوز بالجنان. ثم الصلاة والسلام على النبي الهادي العدنان محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان. أما بعد، ضيوفنا الأكارم، أهلا وسهلا بكم، فأنتم الكنز الثمين الذي رصع جيد المصلى التي أقيمت بمدينة مراكش، وتتابع جلة من القراء الأفاضل الكرام وتوالوا على الإمامة في هذه المناسبة العظيمة، مناسبة شهر رمضان وإقامة صلاة العشاء والتراويح بالمصلى. فمرحبا بكم وأهلا وسهلا بكم، ونقول لكم مرحبا بقلوبنا قبل حروفنا. وهنا القوافي رحبت بقدومكم، والشعر أطرق وانحنى وترجل، والصمت أنطق نفسه متفائلا، فروى الحنين سنابلا وبلابلا، والعطر رشرش في القلوب أريشه فرحا، فصافح ظله وتضللا. أهلا وسهلا زوارنا الأكارم الذي لمسوا النجوم وبالنجوم تخللوا. مرحبا بكم في هذا الحفل المبارك الميمون الذي تنظمه جمعية باب الخير، التي كانت هي المنظم الأساسي لمصلى مدينة مراكش بالتنسيق مع الإسلامية بمدينة مراكش والمجلس العلمي المحلي لمدينة مراكش أيضا. فمرحبا بكم أيها الأفاضل الكرام، وخير ما نفتتح به هذا الحفل البهيج قراءة طيبة عطرة لأحد المشايخ الفضلاء الكرام. والمرء يحار في الاختيار، فقد حشر الله لنا في هذا المجلس المبارك ثلة من القراء ومن المشايخ الفضلاء الكرام، ومن وقع عليه الاختيار سيكون ممثلا للبقية إن شاء الله. وأول من ندعو ليشرف الأسماع القارئ الشيخ بني هشام الراجعي، فليتفضل شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن لو استقاموا وَأَلَّا يَسْتَقِيمُوا عَلَى
رسالات
صدق الله العظيم.
جزا الله خيرا قارئنا الكريم سيدي هشام الراجعي على هذه القراءة الطيبة المباركة. الترحاب بضيوفنا الأكارم ونثمن لهم حضورهم في هذا الحفل البهيج ونقول لهم طيبة حي حل له في القلب مرتحل وحل خيول الشوق مسرجة إليهم تبارت حيثما ساروا وهل. أيها الأفاضل الكرام، هؤلاء المشايخ الكرام والقراء الأفاضل جلهم وأغلبهم هم أئمة مساجد يؤمون المصلين في عدد من مساجد هذه المدينة المباركة وغيرها من مدن المغرب. ولا شك أن هذه المهمة، مهمة الإمامة، هي من أشرف المهام ومن أعظمها. كيف لا يكون الأمر كذلك ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي شرفه الله سبحانه وتعالى ورفع ذكره كان هو الإمام المقدم في الصلاة. فما أثر عنه صلى الله عليه وسلم طوال حياته بعد تأسيس المسجد بالمدينة النبوية أنه صلى الله عليه وسلم تخلف عن صلاة أو أمه غيره إلا في حالات نادرة يسيرة قليلة معدودة على رؤوس الأصابع وأقل من ذلك، وما ذلك إلا من حرصه صلى الله عليه وسلم على أداء هذه المهمة الجليلة. ولعلمه صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا أيضا أن الإمامة تعليم وتذكير وأمر بمعروف ونهي عن المنكر، ولا يخفى ما لهذه الأمور من منزلة عظيمة. فبالعلم يزول الجهل، وبالتذكير تذهب الغفلة، ويحل الإقبال على الدين محل الإعراض عنه، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تسود طاعة الله سبحانه وتعالى في المجتمع، وتضمحل المعصية وتتلاشى، وتنتشر الفضيلة وتنحسر الرذيلة، ويكثر الخير ويقل الشر. من هنا أيها الأفاضل تعلمون هذه المكانة الجليلة التي يتبوأها هؤلاء الأخيار الذين كرسوا حياتهم وأنفسهم لهذه المهمة وللإمامة بالمسلمين في شتى المساجد. ندعو قارئاً آخر ليشرف الأسماع، وهو القارئ الشيخ عمر أقصقوص، فليتفضل مشكورا. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. يوم ترجف الأرض
فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء حيث خاطبه الله سبحانه وتعالى جل في علاه: يا أيها المزمل ويا أيها المدثر. ثم أمره بالقيام: قم الليل. فقام صلى الله عليه وآله وسلم داعيا إلى الله سبحانه وتعالى ومبينا شرع الله عز وجل وتاليا لكتاب الله عز وجل آلاء الليل وأطراف النهار، فصلى الله وسلم على رسولنا الكريم. أيها الأفاضل، ما زلنا نجدد الترحاب بكم وبمن تأخر حضوره ولم يحضر إلا في هذا الوقت، فنقول لهم: الشعر أشرق وجهه وتهلل وتراقص في قدومكم مراتب العلا، والقلب دين بضاته لو ترجمت لسمعت أهلا بالعزيز ويا هلا. يتزاحم الترحيب يسبق بعضه بعضا ويأتي بعضه متمهلا يختار أفضل حلة يكسو بها الألفاظ حرفا أفضلا. ندعو أخونا وحبيبنا سيدي مولاي الحسن النبوي ليقدم كلمة نيابة عن إخوانه في هذه الجمعية المباركة، جمعية أبواب مراكش، ليقدم هذه الكلمة فليتفضل. جزاك الله شيخ أنس إسماعيل، واش بغيت نقول لك أخويا، كنتي القرآن مولاي حسن عيب عليك أخويا، اش بغيت نقول لك؟ مرحبا وأهلا وسهلا. راه أنت اللي جبتيني وبعض القرآن. مرحبا بالإخوة جميعا، وإنه شرف لنا كأهل مدينة مراكش وكجمعية باب الخير أبواب مراكش للدنيا استضافة هذه الوجوه النيرة أهل القرآن الذين شرفونا بمصلى مراكش الكبرى وشرفوا أهل مدينة مراكش، فمرحبا بكم جميعا. ولا يسعني أن أقول إلا أن فرحنا جميعا، وأشكر من هذا المنبر كل الجهات التي ساهمت من أجل تنظيم المصلى ومن أجل توفير هذا الملتقى
رباني جاء وأشكر على يعني بالخصوص الأخ سيدي عبد الجليل السمراني صاحب المكان الذي استضافنا جزاه الله خيرا وأراد أن يشاركنا وأن يحتفل بهذه الوجوه وهذا الأحباب. كذلك أشكر السلطات المحلية وأشكر السلطات الأمنية وأشكر كذلك المجلس العلمي ومندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية وجميع المجالس الذين ساهموا في تنظيم هذه المصلى وفي تأطير هذا الملتقى. كذلك أشكر الشركات التي ساهمت باللوجستيك، شركات الصوتيات وشركات التصوير وشركات التأتيت. كذلك أشكر كل الإخوان المحسنات والمحسنين الذين ساهموا من أجل نجاح المصلى التي تعتبر يعني مفخرة لأهل مراكش ومفخرة لأهل المغرب جميعا. ونتمنى من الله العلي القدير أن تدوم هذه النعمة وأن تستمر على هذا النهج وعلى هذا الأسلوب. وأشكر الإخوة سيدي إسماعيل أبو الوليد الذي يتحف مسامعنا بهذا يعني التقديم ديالو، وأشكر الجميع نيابة عن الحاضر والغائب. وتحياتي للإخوة جميعا، فمرحبا بكم، فأهل مراكش الضيافة والكرم، وأنتم أحبابنا وإخواننا. ونتمنى من الله العلي القدير أن يجمعنا وإياكم بجنة الفردوس. وشكرا للجميع. جزا الله خيرا سيدي مولاي الحسن على هذه الكلمة الموجزة المباركة. قال هذا سيدي الحسن، عندنا واحد مجموعة ديال الهدايا خصصتها جمعية باب الخير مراكش لهؤلاء القراء، فهي عبارة عن تذكار يدل على العرفان بالجميل والفضل، ومن لا يشكو للناس لا يشكو لله، والاعتراف بالفضل من شيم الأكابر. فلذلك سأدعو المجموعة الأولى للالتحاق بهذه المنصة، وسيكون سيدي مولاي الحسن هو المسؤول عن تقديم هذه الدفعة الأولى من هذه الجوائز. فأدعو سيدي مولاي هشام الراجعي لشنف الأسماع هو الأول. سيدي محمد اليراوي غادي نعيدو شويه باش تمشي القضيه الوتيره سريعه شي شويه. صافي حفليك يا سيدي على سيدي محمد، مرحبا. انا بس تكون ان شاء الله معروف لينا على راسك. سيدي محمد أسامة سليم، عزيز جميل الله جميل الله صلى بنا صلاة العشاء. سيد من هنا خذ راحتك. صافي سيد عثمان مازيد، سيد عثمان راه توا من جنود خفاء اللي سيرة الشهر غادي تكلف تقديم. سي معاذ التويد،
شوف سي معاذ سي العزيز محمد أسامة سي معاذ غادي يشجع معنا شي شويه يبقى معنا ملي انا ما جبتش سي معاذ استعد محمد أسامة شعيبي شوف سي أسامة الشريف الشريف هنا 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 الشيخنا نكتفي بهذه الدفعه الاولى ان شاء الله نعاود نرجع الى جو القران وتجنيف الاسماع وكما علمتم فان المصلى استضافت عددا من القراء الافاضل الكرام من خارج مدينه مراكش وجزاهم الله خيرا ما وجد المنظمون من هؤلاء الأفاضل إلا كل استجابة للدعوة فتجسموا مشقة السفر وحضروا على الرغم من الصيام والسهر فأدوا هذه المهمة الجليلة على أحسن قيام ومنهم أخونا معاذ دويك جزاه الله خيرا فلذلك ندعوه ممثلا لمدينة الدار البيضاء ليتحفنا في هذا الحفل المبارك البهيج. تفضل سيدي معاذ. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه ولو نزل
جزا الله خيرا سيدي معاذ على القراءة الطيبة المباركة الميمونة. وأدعو سيدي فيصل الدرداري وهو نائب رئيس مقاطعة المارة ليقدم بعض هذه الجوائز للقراء. هنا ننادي الصمد الصمد اللون أستاذ صمد ضعيف صمد حج صمد 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 تطلع كان مزيان صمد يلا استاذ صمد استاذ الله الغري خليك معنا استاذ صمد والله غير التبعيد الحج طلع السلام عليكم الحاج جزاك الله خير سي فيصل الله يحفظك السي ربي يحفظك الله لا ما تخمم الحاج 12 صافي الحاج يوسف الحاج يوسف انت درتش شكون غير الساعة الله مهيب الحاج شوف عبد الله شوف شوف الحاج أجيش شوف أجيش خلاص صرت دروت أنا فاهم كليك هم مرة الله يحسن وش بتصير ما في قلت الحسن سي صالح المقدم سمعت انت قلت في القداش سي صالح مبين مبين هذاك كنت نصور لا لا خذ راحتك سي صالح المقدم حج حج
حج سي المهدي الفاتحي انا حوس زيد نعمس سي المهدي الفاتحي يلا كان الله يجزيه خير من الخفان ولا حسن سي مهدي ولا حسن هنا اجمل لي تاع عزيز واش الصوره مزيان شوف هكا واش مزيان ليك شوف واش بيناتهم مزيان لا لا ها انا حسن يا صافي الحاج سيدي محمد اي طرحو محمد اي طرحو تصاور الله يبارك تصاور تادو اخوك البلاد الحاج الحاج الشريف أمو يا حسن حاج طلع الحاج ماشي هنا هكا انا مولاي حسن شوف هنا عجيب الصمد كلاف الحاج طلع هكا عجيب سير حاج أشرف حاج أشرف البوليسي حمزة بيساو عجي حاج طلع يا حاج شوف هكا مولاي حسن مولاي حسن عجيب مولاي حسن لا حسن حمزة حمزة عجيب
مولاي حسن. مولاي حسن. عزيز. جزا الله خيرا ضيوفنا الأكارم على هذه اللحظات المباركة الطيبة وتكريسا لما قدمناه من استدعاء القراء من مدن مختلفة. ندعو سيدي شعيب وابنه من مدينة الأسفي يتفضل ليشرف الإسماع لقراءة طيبة مباركة إن شاء الله.
وَلِنَجْعَلَهُ
وما كانت أمه
قال أولئك جزاؤهم
بكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قدموا مجموعة من الكلمات الوعظية التوجيهية في هذا المصلى من بعد أذان صلاة العشاء إلى أن تقام الصلاة. من هذه الجهات المجلس العلمي المحلي لمدينة مراكش، وهو اليوم ممثل في أحد أعضائه وهو الدكتور أحمد الغوش الذي ندعوه للحضور ليلقي كلمة في الحضور الكريم بهذه المناسبة. فليتفضل. جزاه الله خيرا. سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. في هذا النص النبوي الشريف يدعونا النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلى المبادرة إلى فعل الخيرات وإلى اقتراح المشاريع النافعة التي يعود خيرها ونفعها على الأمة. وأحسب أن هذه المبادرة مبادرة إقامة مصلى يجتمع فيه القراء من أجل أن يؤموا بالناس صلاة التراويح، لا شك أنه داخل في عموم هذا النص الشريف الذي هو السنة الحسنة. ولهذا نتمنى من الله تبارك وتعالى ونرجو منه جل وعلا أن يبارك في جهود القائمين على هذه المبادرة وأن يمدهم بمدد من عنده سبحانه. كما لا يفوتني في هذه الكلمة أن أذكر جملة نقاط أحسب أنها يمكن أن تنفعنا جميعا في الحفاظ على هذا الخير وتنميته والبلوغ به إلى مقاصده. أمثال هذه المبادرات
لا يمكن أن تنجح لا سيما في بيئتنا المغربية الإسلامية الأصيلة إلا حينما تتوافر فيها جملة من الشروط في مقتمتها إخلاص النية لله تعالى في كل عمل نقوم به، ومن بينه هذا العمل سواء كنا منظمين أو قارئين أو حاضرين أو مساعدين أو أي شيء، كل عمل لا يحضر فيه الإخلاص لله تعالى والإخلاص للوطن والإخلاص للمواطنين والنية الصحيحة، لا شك أن هذا العمل لن يبلغ مقاصده الشرعية المطلوبة. الشرط الثاني لنجاح أمثال هذه المبادرات أن لا تخاصم الثوابت الدينية للأمة. هناك ثوابت دينية تعارف عليها المغاربة قرونا وخلفا عن سلف وتوارثوها، وهم من هم؟ علمان وفقهان وتقوى لله تبارك وتعالى. فلا ينبغي للأجيال الحاضرة أن تنقص عما خلفه لنا الأسلاف من توابتنا الدينية ونبحث عن شيء جديد، نترسم خطاه وبعيد عما تركه لنا أجدادنا وأسلافنا من المسلمين المؤمنين الموحدين العابدين. فبما ينبغي وأحسب أن الإخوة القائمين على هذا العمل يراعوا وسيسعون إن شاء الله دائما حتى في المستقبل إلى الحرص على ثوابت الأمة في قراءة القرآن الكريم وفي المذهب الفقهي المتبع، وحتى في الاختيارات التي اختارها المغاربة في أدائهم لهذه الشعيرة شعيرة التراويح، حتى لا تكون مبادرتنا مصادمة لتدين الأمة. فالحكومة عليها بالفشل، نصادم تدين الأمة وأن تصير هذه المبادرة خصما لما تعمل به الأمة في مساجدها. هذا لا ينبغي ولا يسوق ولا يجوز، وأرجو إن شاء الله تعالى أن يحافظ الإخوة على هذا النسق وعلى هذا المنهج المتوافق مع ثوابت الأمة الحريص على ما جرى به العمل في مغربنا الحبيب وعند أمتنا المغربية المسلمة. الشرط الثالث في نظري من أجل نجاح أمثال هذه المبادرات احترام المؤسسات القائمة على الشأن الديني، ابتداء من مندوبيات وزارة الأوقاف والمجلس العلمي المحلي في كل جهة وفي كل مكان. لا ينبغي أن تكون هذه الأعمال بعيدة عن المؤسسة وإلا صارت مشاهدة. نحن نريد أن يكون مصلى مصلى مراكش ومصليات كلها أن لا يكون بديلا عن المسجد، ولا يكون خصما له، ولا يكون شيئا آخر غير ما يوجد في بيوت الله وفي مساجد الله، بل يمكن أن ينظر إلى هذه المبادرة باعتبارها مكانا تجتمع فيه الأصوات التي يذهب إليها الناس من أجل هذا المقصد لا من أجل مقصد آخر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يجمع قلوبنا على كلمة واحدة. هذه الأمة أمة واحدة، ويجب أن تظل دائما كلمتها كلمة واحدة مجتمعة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يتقبل منا أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يحفظ بلدنا آمنا رخاء وسائر بلاد العالم. نسأل الله عز وجل أن يجعل حسن أجر هذه الأعمال التي قمنا بها في ميزان أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا عزيزا تعز به الدين وترفع به راية الإسلام والمسلمين، واحفظه في وليعة الأمير الجليل مولى الحسن وسائر أسرته العالمية
الشريفة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ شعبنا جميعا وأن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه. سبحان ربك رب العزة، الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا دكتور غوش على هذه الكلمة. وكما ذكرت فحضر في هذه المصلى مجموعة من الدعاة والوعاظ الذين شنفوا الإسماع في هذه المصلى، وتكريما لهم على ما بذلوا من شهودات، فإن القائمين على هذه المصلى خصصوا لهم أيضا جوائز تقديرية على ما قدموا. وفي مختمتهم الدكتور أحمد غوش جزاه الله خيرا يتقدم استعجاب الغلاب ليقدم هذه جوائز استذكارية، أولا لستي أحمد جزاه الله خيرا، ولسي عبد الله أكي أوكي والسي إحسان سعد الدين اللي ما كاينش ما كينوب عليه السي والسي سعيد مولاي هشام الناس في الجميل هنا. حاج جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك الله فيكم. سيدي محمد بن مهيب أيضا كان من دعاة الذين ساهموا في تنشيط مصلى بمجموعة من تورس. تفضل سيدي محمد. وسي عبد الجابر الرحماني على التعريف جزاه الله خيرا، هو أول من أنبى مصلين في هذه السنة، كان له دور كبير في دعوة مجموعة من القراء والمشايخ الذين حضروا لهذه المصلى، فأمن الناس كان له جهود جزاه الله خيرا أيضا. كل ما قدم شيء صغير أو كبير في هذه المصلى فله الشكر. جزاه الله خيرا سيدي جميل وأدابك الله سبحانه وتعالى الصحيح الكبير. ندعو السي سعيد، السي سعيد سكوحان يا أصدقاء سكوحان، السي سعيد أدعو السي زكريا أبو سعيد. زكريا فونتي فونتي الله
سيد العزيز سعيد سعيد حسن سي حسن صافي ولا حسن لا تفر سير يلا برافو سي المهدي غادي يبقى معنا ان شاء الله يتحفنا بشي تلاوه مباركه طيبه سي بنك تيليا مدينه سلا مرحبا طيب مزيان بالاوكي لا ما عندي افصل عن البيض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل رب إما ترين ومن
يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا قال اخسئوا فيها ولا تكلمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلهنا آخر لا برهان له به فإنما حسابه
اغفر وارحم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. جزاك الله خيرا وأثابك على هذه القراءة المباركة الميمونة. نتمم توزيع هذه الجوائز التذكارية الخاصة بمصلى مدينة مراكش، وأدعو السيد المنصوري، وأدعو السيد خالد الرامي، طال الحج بعد شوي بعد مجموعه اليوم يقولنا القراء التي استمعوا في الحضور غادي يبقوا لهم جوائز تذكاريه عند القائمين على المصلى او لا شي واحد قريب من شي واحد ما ياخذها ليه لا يشتغل خاتمة القراء اللي حضروا معنا استحابي مواليك ولكن كان شي واحد اللي حضر معنا وما عيطاليش شي خطا في سي مولاي الحسن عندنا لا يحاول واحد مجموعة ما تخرجش معنا سير سير الحاج الحاج مولاي حسن مولاي حسن سيدي يوسف الترهاوي فين هو علي السي السعيد هنا ما كاينش كاين بجوج صافي الخو هذاك سير السعيد سير ترى الحج ضب
السيف جليل السبريك صاحب هذه القاعة اللي استقبلنا جزاه الله خيرا ونعطيته منكم تسوق شي دعوة إن شاء الله الله يقضي غرضه شي دعوة خير مباركة عايز تشوفها هنا الحاج 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 الركن سعد الله اصلا عايز ماشي الجاله ماشي ماشي العزيز دابا دابا وين طرح بابا تقول لي تقعد شنو تقول لي اسكت اخويا ما حسن كما ساهمت هذا العمل مجموعة من الطيران اللي اهتموا بمصلى النساء من ضمنهم أخت سعيدة إيفن أختين وبعلاش أخت محمد أخت محمد كاتاتا كاتاتا ولا ننسى في هذا الحفل تكريم مجموعة من الإعلاميين والصحفيين الذين غطوا هذا الحدث الكبير. فيديو من صور 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 الله يقدم لهم تلك السعادة المتصدق استعادة المتصدق لا ما دام كنت نلوم ما عرفتش واش تصور تصور سي حسن عبيد سي حسن عبيد باش تصور انت تي تي لو عندك سي ابراهيم السروت تينو بعدا سي حسن سي حسن السروت سي ابراهيم السروت سروت سروت ها سي حسن واه ها سي حسن سبحان الله دابا كاينش بركه دابا كاينش بركه اه ديالو دابا كاينش حبس سي ادريس الفداوي فرنس بريس اسم هذا لا 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 شوف شوف لا لا شوف لا شوف لا شوف لا شوف لا 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 سعد عزيز بوعبادي سعد عزيز ها؟ مشرف صحيفة ديما مراكش واش يبقى بخا معايا؟ بلاتي بلاتي سعد عزيز بلاتي بلاتي افتح بلاتي مزيان حتى لعندك روح كسات اخويا لا 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 انا خويا شوف شوف واش صافي سي عزيز عزيز اجي راه اشوف عزيز اشوف هنا عزيز هكا عزيز هكا عزيز عكم
اخ خطفت لك شي تصاوري بز خاصك نطفيها ونشعلها. شوف شوف تختك بعدا شوف شتي تزوج الاخرين مزيان فراس مزيان لا ما تبيش تصور تصور صبيره وحده ما تبيش تصور كي حسن والله انت عندك تعاد ما غادي اشوف الطاي شوف مشابش خرج مشابش سعيد سعيد لا لا سعيد سير سعيد نبا لا فيصل شوف شوف فيا شوف شوف السعيد طيب الله سيدي شوفوا فيا سيعتمان مزير سيعتمان الحاج شوف اسمع منه اسمع منه انا اسمع منه جزا الله خيرا وادعو السجلة تيم الزكاة كاتب العام لجمعية الخير جمال أو سي جمال سي جمال جمال تيديرك سلام شي خاصة سجلية القراء وقدمها لهم دابا الواحد ما بقاش سيم غير واحد الدقائق معدودات إن شاء الله بإذن الله الله يجزيكم بخير صبروا معنا شي شوية وأعيروا الأسماع باسم جمعية باب الخير التنمية المستدامة التشرف بحضوركم لهذا الذي نعبر على شيء فإنما يعبر عن مدى الحب والإخلاص الذي نكنه لشيوخنا وقرائنا ودكاترنا وشكرا جزيلا لحضوركم ونشكر كل من ساهم من بعيد أو قريب في إنجاز هذا الحفل البهيج منذ بداية شهر رمضان إلى حد هذه الساعة وشكرا جزيلا لكم وشكرا على حضوركم ونتمنى أن نلتقي في فرصة إن شاء الله في شهر رمضان القادم ونكون في صحة جيدة وعافية وشكرا على حضوركم وشكرا جزيلا ولكم هذه القصيدة لإخواننا القراء والشيوخ والدكاترة فتسلموا وشكرا ألف تحية وسلام ألف تحية وسلام لضيوفنا الدكاترة والشيوخ والقراء الكرام نتعونا بأحلى
تعود بأحلى كلام بمسمى مراكش الكبرى تيرة شهر رمضان شهر الرحمة والغفران لا تنسى عند الرحمن سبحان ناطق الحنان مدون في كتاب اسمه القرآن قراءة وفصاحة ورن وميزان يحرك الوجدان صرتهم شاعر في كل مكان بين رجال ونساء شيوخ وشبان نبدأ بالدكاترة المرموقين قراءة موزونة يتخش عليها السمع تجين وصوتهم يتسمع منين ولين إلى كفحك الهم وبيت تنسي سمر لقراءة ولي هشام الراجعي إدريسي ولكن تمرين وبيت تداوي سمر لقراءة محمد الإيراوي ولكن تمطلق من ده سمر لقراءة محمد نافع وإلى بيت تمشي في السليم وتعيش سليم عليك الاستماع لقراءة أسامة سليم ندوزو شيوخنا الكرام أصحاب الفصاحة الكلام إلى بيتي تبقى مرتاح وهاني سقط لقراءة عبد العزيز الكرعاني ولا تسدو عليك الأبواب والضيف تبن الحداد سقط لقراءة عبد الجليل بالله أما شيخنا معاذ طويل بقريته وزن الهم اللي فيه ومع قراءة شيخنا عبد العزيز مهيب درجات الله عمرك ما تدري أما شيخنا محمد بن أسامة صلاة معاه ما تسخى وما تتبن دابا ومع قراءة شيخنا صلاح الجعفري غادي تنسيه المهم الدراري أردنا المغربيين الأئمة الصالحين سرتهم شاع فرشت عين وقريتهم نسيت الأنين فيهم الصمد منه صح الأخلاق وحسن السلوك وسرود تكو فيهم الصمد منه صاحب الأخلاق وحسن السلوك وسرود تكو وابن العالي الأنبولي معروف على الصعيد الدولي أما عبد الحميد بوبيل أغلب القراء ذات عيلتي والمقرئ سي محمد عيد رحلو إلى هذا شي واحد ينصحو وما يبغي فيه الكلام اللي جرحو أما عبد الصمد الضعيف الرجل نظيف الظريف دمو خفيف وزاد عليه الحبيب الواليف أما المقرئ عبد الله رفوش راجل جاد وما عزيز عليه الكشوف ولا كتبت عليه عتق الخنشوش أما سي هشام باكو اللي وحل فيكو وزكريا المساعد هو مساعد ناشي عليه وبيتيق ويدير قدام الحديد أما المقرئ صلاح المقدم قريت نسول عليك الهم وما تبقاش تخمم وسع السفر لكلاب ما يدهش ما يخاف والسيوت عند العدناني إلى ما قرب القرآن ما يكون هاني وزد عليه السي عمر الراضي وخالد الرامي أما المقرئين حمزة اليساوي وصلاح الدين الهراوي وعبد الله الهيوي قريتهم شعيما قوي وما تخليك فين تدوي أما إلياس الحجري وعبد الله الدوري والمهدي الزدري ناس مضايف وعزيز عليهم المشري والمقرئ عبد المجيد معروف قريتهم تخليه مخوف يشوف أما هشام العبدي عزيز عليه التحدي أوسي عبد العزيز أرجلدان من أطيب الرجال ما يغرون لا طمع ولا مال أما أشرف الكويسي الهميسي شو عيب يهيبي ما كرهتو يبقى بشلبي بقريتو الصوت المغربي هو دواء
voyante bébé. Où la prédit de la femme, c'est lui. Sans le prédit de la femme, Amen, la dix, c'est lui. Quand il y a والكلام جاد مولا يعيش على سيدي وما تبنى كلامه يخليك عيش امل وسيد عبد الله عبيد واحمد غاوش كلامه ما يخليك مهاوش وما نساوش وما نساوش شيخ اسماعيل ابو الوالد مقدم مسابقات التجويد وديما عنده جديد نختم الكلام الزين بالولاء لجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين وسمو الجليل مولاي الحسن مرضي الوالدين والشكر المتين لجميع المسؤولين والإخوان المنظمين وتقنيين وصحفيين والمساهمين بالمحسنات والمحسنين وبالتوفيق والستر لرئيس وأعضاء جمعية باب الخير للتنمية المستدامة لا كامل الاحترام والتقدير والمداومة ونقدم ألف تحية وتحية لرئيس الجمعية الحاج محمد حسن النبوي الرجل القوي ما يكتفي لا بخور ولا جوي ولا حتى تعرف الحياوي أما نائب رئيس الجمعية عبد العزيز عقراوي ما يتكلم ما يدوي وفي العمل جد قوي أما نائب الإمام عبد الله القريبي الملقب بالرابطة هو صاحبي وحبيبي وزلك على أول شطة وإياك دير مع الغلطة مشيت بشويطة أما الكاتب العام وزير جمال الدين يدير على الترجيح في المجتمعين وفي العمل جد وزني أما الأعضاء الآخرين غالبين ما يقول لهم تعويض وما نساوش الأعضاء الشرفيين اللي في الشدة وفي المحنة واجدين ماديا ومعنويا مساهمين نقول لهم كامل التقدير والحب المتين وشكرا. جزاك الله خيرا سيدي جمال الدين وبارك الله فيك على المبادرة الطيبة أيها الأفاضل الكرام القراء كما ذكرت في هذا الحفل كانوا هم المبتدأ والخبر وعلى شرفهم هذا الحفل المبارك البهيج الذي نختمه بكلمة موجزة مقتضبة ينوب من خلالها الدكتور أسامة سليم عن جميع إخوانه القراء فليتفضل سيدي أسامة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على التمام الذي على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حقيقة فيما ذكر كفاية وفيما استمعنا له من كلام الله عز وجل بهذه الأصوات الندية ومن هؤلاء المشايخ الأفاضل والكلمة التي أتحف بها فضيلة الدكتور سيدي الغوش إلى غير ذلك ففيما ذكر كفاية لكن حقيقة لا تسعني مخالفته من لا تسعني مخالفته لا بد أن أجيب إلى دعواكم فأقول أيها الأحباب الكرام هذا المجلس ضم ثلة من أهل القرآن وضم ثلة من أهل الله ويكفيكم شرفا ويكفيكم فخرا أنكم أهل الله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أهل القرآن أهل الله وخاصته وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يبالي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورث من اصطفى فصاحب القرآن مكرم في حياته
فتعلموا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن، وتعلمون بأن حامل القرآن دائما مشرف ومعظم ولا يخفاكم الأثر. حديث أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في لام معنى عظم، فكيف بمن جمع كلام الله تبارك وتعالى كاملا كحال أغلاء القرعة. ومن أمثلة ما يذكر في ذلك ما أثر في بعض كتب القراءات ككتاب الإمام البوذني رحمه الله ومقدمة كتاب النشر لابن الجزة رحمه الله، يذكرون أثرا جميلا وهو أن أبا جعفر القارئ أحد القراء العشرة موشي ثلاثة كما تعلمون، أبو جعفر زوج ابنته من شيبة، شيبة بن نصاح هذا كذلك من الحرام ومن قراء المدينة كما لا يخفاكم. فجاء الناس يلومون أبا جعفر وقالوا له إن ابنتك يرغب فيها صنوات الناس ويرغب فيها كبار القوم، ثم إنك زوجت ابنتك من شيبة وشيبة مقل. فأجابه بكلمة بليغة قال إن كان شيبة مقلا فسيملأ بيتها قرآن، إن كان شيبة مقلا فسيملأ بيتها قرآن. فصاحب القرآن يعيش مكرما في حياته وفي قبره، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنة متهللة هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في لقائه لحبيبه وأجدره سلم إليه والصلاة. فهو مشرف دائما وأبدا، حاز العلم كله ورأس العلم كما لا يخفاكم وكلام الله. وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن لإشراف الأمة والإحسان، وإنه في الناس أهل الله وإن أقبل بهم مبالا. أما في يوم القيامة فالأحاديث والآثار في ذلك كثيرة وكثيرة جدا جدا. فلا يخفاك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجيء القرآن كالرجل الشاعر فيقول لصاحبه هل تعرفني؟ يقول له أنا الذي أسهرت ليلك وأضبأت هواجرا، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإني اليوم من وراء كل تاجر. فيعطى الملك بيمينه ويعطى الخلد بشماله ويلبس تاج الوقار والياقوتة من خير من الدنيا وما عليها كما جاء في الحديث. والحديث في ذلك كثيرة وكثيرة جدا، لكن همسة في أذن الأحباب جميعا. أقول لكم أيها الأحباب، ينبغي أن نكون حقا وصدقا من أهل القرآن، وهذا الذي ينبغي أن نراجع فيه أنفسنا، وينبغي أن نعيد فيه النظر، هل نحن حقا من أهل القرآن؟ فمن علامة الصدق والمحبة للقرآن أن لا يرى صاحب القرآن بأن أحدا من الناس حازه فضلا ورفعة ومنزلة، لا تكبرا، لا تكبرا، وإنما اعترافا بما أوتي، أن ربنا تبارك وتعالى قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده. من أوتي القرآن فرأى أن أحد خير منه فقد عظم ما حقر الله وحقر ما عظم الله. فينبغي أن لا يرى صاحب القرآن بأن أحدا من الناس حاز فضلا أو حاز شرفا أو حاز مزية أعظم من التي حازها صاحب القرآن. ينبغي أيها الأحباب الكرام أن يرى أثر القرآن في حياتنا. ينبغي أن يعرف صاحب القرآن بليله إذا الناس قائمون، وبنهاره إذا الناس صائمون، إذا الناس مفطرون. ينبغي أن لا يعلم عن من يلعب ولا أن يلعب عن من يلعب. ويكفيكم في ذلك أن السلف الذين سبقونا هكذا تمثل. وأنا أتكلم سبحان الله، استحضرت شيئا وهو أحد علماء القراءة المغاربة، وهو الإمام العلامة العالم جموع الفاسي رحمه الله. هذا له مؤلفات عديدة جدا في القراءات وفي الطرق العشرية النافية وفي الرسم والضبط إلى غير ذلك. ويحكي عنه أحد الطلبة حتى تعلموا كيف كان أهل القرآن في هذا البلد، أهل من المغاربة هكذا كانوا. والله العظيم لا يرى القرآن في حياتي، إذا رأيته يمشي تعلم يقينا وحقا بأنه يخشى الله. لا تجده يضيع وقته فيما لا ينفع، تجده لئيم الجانب، تجد فيه دمى تدخله، تجد فيه حسن السمع، تجد فيه لئيم الجانب لعباد الله أجمعين. هذا أحد طلبته وهو الحافي، وله فرصة اسمها فرصة الحافي، يحكي عن شيخه كيف كان يعيش، وأنا هذا النص أقتضمه حتى نكون صورة عن أهل القرآن كيف كانوا يعيشون. وينبغي أن نكون على سننه وعلى بثرهم حتى لا ندخل في قول الله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف. ينبغي أن لا نكون كذلك، وإنما ينبغي أن نسير على سنن من سبقنا من أهل الله. هذا الرجل يقول عن شيخ، يقول الإمام العلامة المحقق الفهامة قال: كان إماما مقرئا يقرأ بالعشر الكبير. قال: كنت لا كثيرا كنت لا تجده
إلا مقرنا أو تاليا لكتاب الله تبارك وتعالى بصوت حسن. كان كثير التقييد والمطالعة، إذا كان كثير التهجد بالليل، إذا سمعته يقرأ كلام الله تبارك وتعالى زدت محبة فيه وفي كلام الله ولا تكاد تنصرف. إذا سمعته يقرأ كلام الله زدت محبة فيه وفي كلام الله ولا تكاد تنصرف. كان كثير المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، كثير التعظيم له، كثير الصلاة عليه. ولما كنا نقرأ كتاب الشفاء وبلغ محبته صلى الله عليه وسلم غلبه الشوق وانخرق بالبكاء وخاف من المجلس ومرض أياما. كان مجلس علم وحلم ووقار وتؤدى، وكان ورعا محافظا على ما أمر به الشارع من التقوى. لا يذكر أحد في مجلسه بسوء، لا يذكر في أحد في مجلسه بسوء. بعض الطلبة ذكر يوما بعض الناس إذا لا يبين قال فطار في وجهه الكراهة وأنكر عليه وأغلظ له في القول وقال له إن كنت لا تنتهي عن مثل هذا فاعتزلنا ولا تقر مجلسنا، اعتزلنا ولا تقر مجلسنا. فهؤلاء كانوا أهل، هؤلاء هم أهل القرآن. أيها الأحباب في الأحكام نقول من أهل القرآن ينبغي أن نواصل، أن نواصل تعلمه وأن نواصل تعليمه وأن نواصل الاجتهاد في تحصيله. لذلك ابن جزي رحمه الله يقول فليحرص السعي في تحصيله ولا يمل قط من تقصيره وليجتهد فيه وفي تصحيحه على الذي نقل من صحيحه، وليجتهد فيه وفي تصحيحه على الذي نقل من صحيحه. يكفيكم قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أبو عبد الرحمن السلمي جلس في مسجد الكوفة يقرأ كتاب الله 40 سنة والناس يحتاجون إلى فقهه وإلى علمه وإلى إمامته، فلما سئل عن ذلك قال الذي أقعدني مقعدي هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. عليه قرأ الحسن والحسين. لما أورد الإمام نجس رحمه الله هذا الأثر قال لذلك كان العلماء لا يعدلون بإقراء القرآن شيئا. كذلك عبد الله بن مسعود لما سئل قيل له إن نراك تقل الصوم فقال إني إذا صمت ضعفت عن قراءة القرآن وقراءة القرآن أحب إليه. الحسن البصري سئل فقيل له الرجل يغزو أو يقرأ القرآن ويقرئه، قال أن يقرأ القرآن أحب إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه إلى غير ذلك. فالأثار في ذلك كثيرة. ثم عرضناه أسفل سافلين قال ابن عباس إن الذين قرأوا القرآن وأقرأوا. فهل إنكم أيها الأحباب هذا الفضل؟ وينبغي أن نسير على سنن من سبقنا من العلماء ومن أهل الله. وحقيقة أنتم يشوفوا المشيخ اللي قرأوه انظروا إلى هؤلاء العلماء الذين أخذوا معنا وكلام الله أنظروا إلى حالهم. الرسول صلى الله عليه وسلم إنسان لا يمل ولا يكل ولا يتعب ويفرح ويملك. فحقيقة يعني لا بشارة أعظم مما ذكر ولا بشارة أعظم من بشارة الله تبارك وتعالى لكم في كتابه ومن بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لكم في سنته. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا حقا وصدقا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم أجمعين وأن يجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وأن يحفظ ولي أمرنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظه بحقه وأن يكلأه بعنايته وأن يحرسه بعينه التي لا تنام وأن يبارك في جهود القائمين في هذه المدينة المباركة مجلس العلم والسلطات وكل من أسهم من قريب أو بعيد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالهم جميعا في موازين حسناتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا وبارك فيك سيدي أسامة على هذه الكلمة الجامعة المانعة. بارك الله فيك. الإخوان المنتمين تقولوا بأن أشوف القول القائل العشاء تسناو العشاء إن شاء الله راه موجود. تفضلوا الإخوان إن شاء الله بإذن الله. نشكرهم على حضورهم وحسن استماعهم وإنصاتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل العمل في ميزان حسناتهم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.